وينضم إلينا مباشرة مراسلنا من بغداد وتحديدا عند جسر الجمهورية بدر الركابي. أهلا بك بدر في حصاد التغيير، أعطينا تصور الوضع عندك، شو الوضع عندك، كيف هو؟ نعم أحمد، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. أتواجد الآن في ساحة التحرير، وبهذه الدقائق نشاهد هناك يعني محاولات لإطلاق الرصاص، يعني الغاز المسيل للدموع وكذلك القنابل الدخانية باتجاه المتظاهرين لمنعهم من محاولات عبورهم جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء. من خلفي دعني أتحدث معك وأنقل لك بالصوت والصورة، وكما تشاهد هنا على يميننا ساحة التحرير، ويعني جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير هي مقطعة، وعلى جانب اليمين هذه هي ساحة الطيران، بالتالي القطع يبدأ من طريق محمد القاسم عند تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، ومن ثم نتوجه هنا إلى ساحة التحرير. كما تشاهد هذه الأعداد، نتحدث الآن عن 500 إلى أكثر من 500 متظاهر متواجد الآن منذ الصباح ولغاية الآن، والأعداد أيضا بزيادة، يتجهون صوب جسر الجمهورية كما تشاهد بهذه الصورة القريبة التي تصل الآن. الأعداد تحاول عبور جسر الجمهورية، ولكن هناك كثافة لأعداد من قوات الشغب والقوات الأمنية الأخرى التي تحاول منع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية، فبالتالي تتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وكذلك القنابل الدخانية التي اشتدت خلال هذه الدقائق. قبل قليل كان الموقف أهدأ من ما نعيشه الآن. أيضا على جانب اليمين نتحدث هنا عن ساحة الخلاني، كذلك هناك أيضا أعداد متواجدة، ولكن هذه الأعداد المتواجدة في ساحة الخلاني هي أقل مما الأعداد المتواجدة هنا في ساحة التحرير. أيضا تحاول الوصول عبر جسر السنك، ولكن يعني نشاهد هناك أيضا كثافة من قبل القوات الأمنية المتواجدة أيضا على جسر السنك، بالتالي نتحدث عن هذين الجسرين لغاية الآن، يعني هذين الجسرين مغلقان بشكل كامل أمام المواطنين. أيضا نتحدث عن جميع الطرق التي تؤدي إلى هذين الجسرين أيضا مقطع. إن تحدثنا مثلا عن جسر الجمهورية فهو مقطع مثلا على الجانب اليمين من شارع السعدون، وأيضا من ساحة الخلاني، وكذلك من تقاطع قرطبة، وأيضا نتحدث عن جسر السنك أيضا مقطع من تقاطع يعني مرقد عبد القادر الجيلاني، وأيضا من ساحة الوثبة. بالتالي هذا المربع هو الآن مغلق بشكل كامل، هناك تحصينات أمنية وأيضا توافد لأعداد من المتظاهرين. البعض لربما تحصينات أمنية توقع. كما تفضلت بدر، بعد ترحيب بك ثانية، وإجراءات أمنية مشددة، ولكن هل هناك أي معلومات يعني بحسب ما ورد إليك عن إمكانية فرض حظر للتجوال ربما؟ على يعني القوات الأمنية تعاملت مع الموقف بصورة مختلفة عن التظاهرات وكذلك التطورات الأمنية والميدانية التي حصلت في الفترة القليلة الماضية. كان هناك حظر تجوال، لكن في هذه المرة لم يكن هناك حظر للتجوال، كان هناك تجديد أمني. أيضا تعاملت قيادة عمليات بغداد مع هذا الأمر بهذه المرونة. شاهدنا يعني تجديد أمني، انتشار كما سمته قيادة عمليات بغداد بانتشار وتدقيق أمني في مختلف مناطق العاصمة. نتحدث أيضا حتى عن قطع لعدد من الجسور والشوارع شهدتها العاصمة منذ ليلة يوم أمس وصولا إلى الصباح، وما شاهدناه من خلال هذه الاختناقات المرورية التي حصلت وكذلك الزحامات، وبعدها بدأ الأمر يتجه إلى الهدوء أكثر حول فتح هذه الطرق وفتح هذه الجسور. نتحدث الآن مثلا يعني عن شمال العاصمة، فالأمر قد يكون معقد بشكل أكثر. نتحدث مثلا عن قطع لعدد من الجسور، إن كان مثلا جسر المثنى الذي يتجه إلى يعني من التاجيات وصولا إلى الجزيرة، بالإضافة أيضا إلى جسر الشعب وجسر البلوم جسر الطالبية، أثرت بشكل كبير جدا على حركة المواطنين وخاصة الطلبة الطلاب، هناك بعضهم لديهم امتحانات. أنا أشكرك جزيل الشكر بدر الركابي مراسلنا من بغداد عند ساحة التحرير، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لكم.